Hello my dear student and welcome back again to another video. This is Muhammad Najm and today inshallah we are going to talk about the difference the differences between have and have to and need. So let's get started. طيب حبايبي اليوم احنا راح نحكي عن ثلاثه اشياء وهي الماست والهاف تو والنيد وشنو الفرق بيناتهم. أول ملاحظة أريدك تعرف لي إياها ورا هذول دائما يجيني فعل مجرد. أستاذ شنو فعل مجرد أصلا؟ حبيبي الفعل المجرد هو فعل ما بي أي إضافة. يعني أنا مو عندي كلمة بلاي، هذا بلاي فعل مجرد، حلو؟ من حطيت لها إس هسا هاي مو مجرد، هسه هاي مو مجرد، أحذف الإس هسه هاي مجرد. إي دي ما بيها، أي إن جي ما بيها، هذا هو الفعل المجرد، يعني فعل خالي من أي إضافة. هذين ثلاثة يجي وراهن فعل مجرد، هاي قاعدة ثابتة، حتى تفيدك بالإسقاطات. حلو. زين حبايبي المست هي اقوى اداه بيهن يعني اجبار سواء اذا كانت في النفي او اذا كانت بالمثبت يعني هي اجبار على سبيل المثال يعني اني المست لما نريد استخدمها اكتب يمك ملاحظه يجب استخدام المست مع الاجبار وهي اقوى اداه وهي اقوى اداه يعني اقوى اداه بهن ماست يعني مع الاجبار مع القوانين مع فشيء خطير فتشي خطير سواء اذا كانت نفي او اذا كانت مثبت يعني مثلا على سبيل المثال انا اقول لك يو ماستنت سموك ان ذا بوليس ستيشن يعني انت ممنوع تدخن يم الشرطه يم رجال الشرطه يم, يم المحطه مال الشرطه هذا شيء اجبار حتى اذا كانت في المثبت على سبيل المثال اقول لك يو ماست You must أنت يجب put your seat belt. أنت لازم ترتدي حزام الأمان نعم إذا ما ارتديت حزام الأمان راح يغرمونك فهي إجبار إذا المصط أقوى أداة به زين حبايبي أقوى أداة بها سواء إذا كانت مثبت أو إذا كانت نفي حلو زين وأني سويت لكم فرد نقطة حلوة جميلة إنه كل مست استخد... حطيت لكم الأدوات اللي تستخدم هي المصط اللي هي late again اتاخر مره ثانيه بي باك ليتر اكون متاخرا جنب ذا ريد سيجنال يعني اقفز الاشاره الحمراء هذا فد شيء خطير كلش سبيك تو ذا درايفرز التحدث الى السائق وهذا فد شيء خطير لازم استخدم وياه المصد سيت بوت سيت بيلت يعني ارتدي حزام الامان لازم اتكلم ويا احط وياه ماست وينسى جواز السفر ايضا لازم استخدم ويا ماست حبايبي هذا فتشي خطير طلابي هذا فتشي خطير لازم لازم استخدم وياه الماست حلو هسه راح نجي على الهاف تو حبايبي الهاف تو هي اقل يعني اقل شويه زين غوالي اقل يعني شنو يعني مو كلش خطيره يعني مثلا اقول على سبيل المثال يعني اقول you have to you have to change your mobile يعني موبايلك تعبان انت لازم تغير فشو مو خطير يعني عادي انت يعني على سبيل المثال تقدر تمشي او تمشي بامورك يعني عادي ماكو اي مشكله اذا الهاف سواء اذا كانت مثبت او نفي زين حبايبي فاذا كانت مثبت او نفي هي شويه اقل من الاولى يعني شويه اقل مو كلش خطيره 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 لا اقل حلو هاي شنو هاي الهافتو سواء مثبت او نفي شلون ننفيها دونت هاف تو الهاف تو شلون تنفي دونت هاف تو حلو حلو زين ويا من نستخدمها انا اعطيتكم اكثر جملتين تيك ذا باص من اشوف عباره اي ويل تيك ا باص يعني اني راح اخذ باص اذا لازم اختار في شيء يخص الهاف سواء مثبت او نفي سواء مثبت او نفي حلو او اقول واش ذا كار يعني اغسل السياره سياره نظيفه واش ذكر يغسل السيارة it looks very clean يعني هي كلش نظيفة إذا أنا شنو أنا I don't have to لا يتوجب علي أو أقول have to مثلا أي have to على سبيل المثال أنا يجب أن أسوي فد شيء يعني مو كلش خطير فد شيء مهم يعني ها مهم زين نعيد نعيد مرة ثانية المست إجبار جبر فد شيء غصبا ما عليك لازم أنت مطالب به إذا المست إجبار قوة الهاف تو يعني فد شيء لازم تسوي اخواني المص دائما مع القوانين والانظمه ومثلا المدرس يقول لك انت لازم تسوي فد المدير رئيس الوزراء فد شيء عالي الى ناصي يعني المدير طالب مهندس وعامل فد شيء عالي كلش هاي شنو هي هاي ال المص الهاف تو لا بينك وبين صديقك يعني ها هيك مو كلش قويه النيد يا غوالي هي ويا الاحتياج فد شيء انت تحتاجه يعني مثلا جو تو ذا سوبر ماركت يعني انا اروح الى السوبر ماركت اقول جو تو ذا سوبر ماركت احتاج اروح للسوبر ماركت اروح الى المحطه مال البنزين اخذ الامتعه وياي بالرحله فتشي حاجه فتشي حاجه فتشي حاجه يعني لا تنسى مثبت او نفي نفس الشيء مثبت او نفي نفس الشيء يعني سواء اذا كانت مثبت او اذا كانت نفي فهي نفس الدرجه يعني انا احتاج اروح للمطعم للمحل فتشي حاجه هنا يعني. طيب مو اجبار زين او مثلا أقول انا ما احتاج اشتري سياره جديده لان انا عندي سياره اذا فتشي خص الحاجه فتشي انت تحتاجه هيك هاي هي نيد تعالوا خلونا نحل هاي الامثله تعالوا خلونا نحل هاي الامثله يلا حبايبي حلوه انتظركم مرحله اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدونك كيد ها حلينا؟ طيب حبايبي هسه احنا راح نكمل نحل اني وياكم. الجملة الأولى قايل لي بي باك لايتر يعني اني ما صنت لو نيدنت اجبار لو حاجة بيلاك بي باك ليتر يعني اكون متاخر الساعه 8 بيكون بي باك ليتر يعني باك احنا نقول بق ظهر يعني لي ورا يعني اتاخر اوكي ليتر يعني لاحقا يعني شنو لاحقا يعني قصد اكثر اكون متاخر اكثر من الساعه 8 غوالي هاي حاجه هاي حاجه لو اجبار لدين هنا قال انجري غاضب هذا اجبار هذا الشيء انت مجبر عليه مو بكيفك اذا راح اقول اني مصنت الثانيه جايب لي فراغ قايل لي درايفز وصحيح الفعل احنا ايش قبل شوي مو ذكرنا هذني المصنت وجماعتها كل يعني يجي وراها فعل مجرد حلو لذلك الدرايف راح تصير درايفز بس يعني احذف الاسم من عندها راح تصير درايف وحدها اكو فرد اخواني هسه مرات واحد يكتب لي بالتعليقات استاذ فيديوهاتك طويله قصرهن واحد يقول لي استاذ شرحك سريع هسه انا شو اسوي؟ اخلي شرحي سريع قلت استاذ انت تشرح بسرعه بطي شرحك سويت بطيت شرحي صار الفيديو طويل قلت استاذ الفيديو طويل قلله صدق كذب حبايبي على كيفكم ويا يرحموني يرحم والديكم <applause> يعني مو يجي طيب الثالثه يقول هبه يعني هبه الثانيه يو مسنت درايف يعني انت لا يجب ان تسوق بدون حزام الامان. هاي النقطة الثانية بس تصحيح الفعل هذا يعتبر قواعد يعني بس هم جايبين على هذا الموضوع. الثالثة يقول هبة نيدنت لو مسنت هبة يحتاج لو مجبورة على الذهاب إلى السوبر ماركت حبايبي كلمة جو to سوبر ماركت ما بيها إجبار. ليش ما بيها إجبار؟ لأنه هي أصلاً حاجة فأنا راح أقول نيدنت يعني لا يحتاج. لا يحتاج، لانها مو اجبار حتى اقول مسنت الثاء الرابعه يقول درايفرز قايل mustn't لو دونت هاف تو جمب، جمب ذا ريد سيجنال يعني معناها يعني يقفزون او يعبرون الاشاره الحمراء، يعني شنو يقفزون؟ يعني يتخطى الاشاره الحمراء بدون قوانين، هنا هذا شيء كلش خطير راح يتغرم، فلذلك راح اقول اني مسنت خمسه mustn't لو دونت هاف تو سبيك تو ذا درايفر، التحدث الى السائق فتشي خطير مو مو عادي يعني يقول لك يو دونت هاف تو لو مسنت يعني انت لا يجب عليك ان تتكلم مع السائق خطير لو لو عادي بعدين ايه بالاخير هنا إيه ايش قايل لك؟ قايل لك اتس دينجرس كلش خطير هذا الامر شوف هاي اسئله وزاريه اذا هذا فتشي خطير يعني مهم طالما خطير ومهم اذا راح اقول اني مسنت خمسه يو انت don't have to لو ها mustn't give me a lift I will take a bus. من شفنا أنا راح أخذ باص إذا الأمر ما بيو خطورة ولا فد شيء مهم كلش إذا راح أقول أنا don't have to ما راح أقول mustn't mustn't إجبار إجبار يعني أنت مجبر على هذا الشيء تسوي السبعة please put out your cigarette يعني أرجوك طفيني طف الججارة أنت لا يجب عليك التدخين في محطة الشرطة الآن سموك ان ذا بوليس ستيشن التدخين في مكان الشرطه خطير ولا مو خطير؟ كلش خطير اذا راح اقول اني مسنت لا يجب عليك رقم ثمانيه ذير يعني معناها يوجد بنزين بالسياره حلو احنا من شفنا جو يذهب الى محطه البنزين حبايبي محطه البنزين الذهاب اليها فتشي حاجه يعني انت مو موجب مو مجبر انت مو مجبر ماكو ماكو اسمه جبر عليك لذلك انا راح اقول لان هو قايل اصلا هنالك بنزين بالسياره فانا ايش اقول له؟ اقول له, له نيدنت تلاحظوا لي هذا الجمل كلها الاختيار الاول واحد اثنين ثلاثه كلهم بعض الطلاب بالامتحان لا لا ما معقوله كلهم اول ايش حبيبي ايش قاعد تقدر ملابس انت؟ قاعد تقدر ملابس انت مو كلها اوليه؟ عادي يعني ما له علاقه انت فكر بعقلك وجاوب ما لك علاقه يعني يجوز كلهم يجي خيار اول ما عاد ما في مشكله ترى ما مو دا تقدر ملابس او دا تشتري ملابس ما يشتري كلها لون اسود او لون احمر عادي يعني هو قواعد هاي اكو اكو شيء اسمه منطق علمي نختار على اساسه مو نختار هيك بكيفنا شو القضيه يا حبايبي طيب ما تسعه يقول when you get in a car انت من تل متروح بالسياره put on your seat belt يعني ترتدي حزام الامان يرتدي حزام الامان فشي كلش خطير يعني لازم الواحد يل يلبسه جبار قلنا must عشرة I need لو I must get up I don't want to be late I don't أنا لا أريد أن أكون متأخرا مرة أخرى هاي العبارة إذا هذا أنا ما أريد أكون متأخر مرة ثانية يعني هذا فد شيء خطير دمرني يوميا قاعد أتأخر المدير راح المدير راح يطردني إذا راح أقول أني I must get up أنا لازم أقعد من وقت لأن ما أريد أتأخر مرة ثانية 11 You mustn't لو you needn't to take so much baggage. Baggage معناها أمتعة. التربي يعني رحلة. هل انت مجبور على اخذ الامتعه وياك بالرحله؟ رحله هيك رحله اسبوعيه. لو نيدنت لو نيدنت لا يحتاج، الامر مو بيج... ما بي اجبار، يعني ما بي خطوره، لذلك راح اقول نيدنت انا لست بحاجه، مو انا مجبور على عدم اخذها، لا انت ما مجبور، الموضوع ما بي خطوره، الموضوع عادي انا ما اريد أخذ وياي امتعه لان انا رايح بسفره اسبوعيه. 12 فورجيت ينسى باسبورت، نسيان جواز سفرك امر خطير لو مو خطير؟ نعم كلش خطير. اذا ما اخذت جواز سفر يطردونك بالمطار اصلا ما يخلونك تطب فهذا شيء خطير لذلك راح اقول اني ما لذلك راح اقول اني ما حبايبي الى هنا ينتهي هذا الدرس اشوفكم بخير وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.